السلام عليكم، اهلا وسهلا بكل سادة المشاهدين متابعين مطبخ لايف في كل مكان. يا رب مع بداية السنة تكون خالية من كورونا وتكون خالية من الأمراض أو الأوباء، ويا رب تكون سنة سعيدة علينا من بداية السنة. النهاردة الحلقة بتاعتنا هنعملها خفيفة جدا، هنعمل مع بعض شوية حلويات، هنعمل كيكة وهنعمل كمان مع بعض كوكيز وهنعمل بسكويت قهوة لعشاق القهوة. يبقى المنيو بتاعنا النهاردة أو السفرة اللي احنا هنشتغلها النهاردة عندنا كيكة البسبوسة، هنعملها بطريقة سهلة وبسيطة، ونعمل كمان مع بعض كيك بسكويت القهوة، وكمان هنعمل مع بعض الكوكيز. طب انا حابب لو احنا ممكن نبدا في اول حاجه النهارده، انا حابب ابدا الاول في الكيكه، كيكه البسبوسه. لو نبتدي نشوف المقادير لو تنزلين على الشاشه، انا عندي كوبايه، كل حاجه انا هشتغلها النهارده هي عباره عن كوبايه، عندي كوبايه دقيق ابيض، عندي كوبايه دقيق سامولينا، كوبايه سكر بودره مطحون او سكر عادي المتوفر في البيت ممكن عادي مفيش مشكله، كوبايه زيت، كوبايه لبن، عندي كوبايه زبادي، عندي معلقة ونص بيكنج باودر، عندي معلقة كربونات الصوديوم، عندي رشة ملح واحدة، عندي 40 مللي أو كيس فانيليا. يبقى المقادير زي ما احنا شايفين على الشاشة، كيكة البسبوسة كوباية دقيق أبيض، عندي كوباية سامولينا، كوباية سكر، كوباية زيت، كمان عندي كوباية زبادي، معلقة ونص بيكنج باودر، معلقة كربونات الصوديوم، هناخد بس نص معلقة حاجة بسيطة، عندي كمان رشة ملح وعندي فانيليا. طب لو حبينا ان احنا نرجع نبتدي نشوف اول حاجة هنشتغلها مع بعض ايه، يا ريت نرجع بكاميرا. ابتدي انزل كل السوائل مع بعض، عندي كوباية زيت وعندي كوباية زبدة بحرارة الغرفة. يعني ايه حرارة الغرفة؟ يعني تكون الزبدة بالنسبة لي سايحة او ماسكة نفسها، مش عايزة تكون مجمدة او مش حابب ان هي تكون سايلة مني خالص، تبقى يا دوب ماسكة نفسها حاجة بسيطة. نعمل ايه؟ طيب اول حاجة ابتدي اضرب اول حاجة الزبدة والزيت مع بعض، كل السوائل هنضربها مع بعض واحدة واحدة، وبعد كده الحاجات الجافة هنشغلها مع بعض. ممكن بعد كده ابتدي انزل باللبن على طول، عندي اللبن وعندي الزبادي. يبقى ده كله زي ما قلت لكم انا نزلت بالحاجات السايله كلها مع بعض. عندي السكر بودره ممكن انزل معاهم على طول، ونخلي بقى دي نضربه هناك مع بعض. ادي السكر بودرة، اهم حاجة الخليط يكون كله مضروب مع بعض كويس عشان السكر يدوب معايا لو هو مش سكر بودرة. انا بالنسبة لي كده تمام. ابتدي اعمل ايه؟ عندي دي السامولينا، نبتدي لو انا حابب اشتغل هنا عشان الكاميرا تجيبه، ادي كوباية السامولينا وعندي كمان كوباية الدقيق الابيض، عندي شوية جوز هند تمام، ما عنديش لو انا مش حابب جوز هند ممكن اخليه بره. نضرب كل الكلام ده مع بعض، عندي كمان رشة الفانيليا، عندي كربونات الصوديوم حاجة بسيطة مش كتيرة، عندي معلقة ونص بيكنج باودر، ونقلب كل الخليط ده مع بعض، نتأكد ان كله متجانس او كله دخل مع بعض كويس. نعمل ايه بعد كده؟ ادي الخليط اهو، هنزل بقى واحدة واحدة نبتدي ننزل كل ده مع بعض ونقلب واحدة واحدة واحنا شغالين لحد ما نوصل للقوام اللي احنا محتاجينه او اللي احنا عايزينه.
ريحة الفانيليا بتدي للكيكة تيست تاني وريحة تانية خالص. لازم اي كيكة لازم تاخد فانيليا، انا بفضل الفانيليا اللي بيكون مجففة احسن من الفانيليا بيكون سايلة. نقلب كل الحاجات الحلوة دي كده مع بعض. انا حابب ان الكيكة تكون طرية معايا، وان شاء الله تطلع معانا طرية لو احنا جربناها بنفس المقادير اللي احنا بنتكلم عليها دلوقتي او احنا شغالين بيها دلوقتي. شايفين الخليط عامل ازاي؟ انا محتاجه كده بالظبط، مش محتاجه اتقل من كده او يكون اخف من كده. عندي صينية او السيراميك او اي حاجة هشتغل بيها، حاجة مهمة جدا لازم اعملها، لازم عندي الزيت ابتدي اللي انا انزل بيه من تحت كده عشان ما يلزقش معايا، واقدر انا اطلعه بطريقة تكون بسيطة وسهلة. الاجناب طبعا لازم، وبعد كده نعفرها بدقيق. عندي شوية دقيق حلوين كده راح واخدهم بداية، وابتدي اللي انا اعفر عشان ما تلزقش معايا من تحت. ده لو احنا ما جربناش قبل كده اللي احنا نشتغل في السيراميك او في البايركس. طبعا احنا عارفين التيفال او الحاجات اللي زي ديت ما بتلزقش فيها، فلو احنا حابين نعمل كيكة في حاجة زي اللي انا شغال بيها لازم نتأكد ان هي تمام. ابتدي انزل بقى بالخليط كده، انزل بكله ما سيبش اي حاجة فيه ولا اي فتفوتة فيه خالص. ابتدي اوزع ده كده على درجة حرارة 120، ونخليها بالظبط هتاخد معانا 25 دقيقة وهتطلع هتكون زي الفل. دي كده بالنسبة لي أول حاجة جاهزة معايا النهاردة أقدر إن أنا أدخلها فرن ونشوف هتطلع شكلها عامل إزاي. طيب عندنا إيه تاني النهاردة من ضمن الحاجات اللي إحنا حابين إن إحنا نشتغلها؟ أنا عندي بسكويت القهوة هنعمله النهاردة بطريقة سهلة وبسيطة، وشكله كمان أنا يهمني الشكل المجمل بتاعه او البرزنتيشن هيكون عامل ازاي. لو نبتدي نشوف المقادير بسكويت القهوه لو تنزلين على الشاشه، حابب ان انا اشتغله دلوقتي. زي ما احنا ما شايفين كده المقادير موجوده على الشاشه. بسكويت القهوه انا عندي كوبايه زبده، عندي برضو زي ما قلت لكم بحراره الغرفه، عندي نص كوبايه زيت، عندي كوبايه سكر بودره، رشه ملح، عندي بيضه، عندي فانيليا، وكمان عندي بيكنج باودر، وكمان في كوبايتين ونص دقيق، كوبايه كاكاو، عندي قهوه سريعه الذوبان. يبقى ده الانجريدينت اللي احنا هنشتغل بيه دلوقتي حالا او هنشوف دلوقتي هنبدا فيه. اول حاجه حابب ان انا ارجع يا ريت، يبقى ده بسكويت القهوة. ابتدي اجيب الانجريدينت اللي انا هشتغله ونشوف الحاجات الحلوة دي هنعملها مع بعض ازاي. انا عندي اول حاجة زبدة زي ما قلتلكوا بدرجة حرارة الغرفة، او زي ما انتم شايفين هي ما بين سايلة او ما بين ماسكة نفسها. ابتدي انزل الزبدة والزيت مع بعض، نضرب الزيت والزبدة مع بعض، بعد كده ننزل السكر البودرة معاهم على طول. انزل بالسكر البودرة، وعندي الحاجات الناشفة او النواشف ابتدي انزلها مع بعض ازاي. انا عندي الدقيق شايفين انزل الكمية بس مش هستخدمها كلها في الوقت الحالي، انزلها واحدة واحدة مع بعض. عندي كوباية الكاكاو، عندي قهوة سريعة الذوبان،
هي ليها طبعا مسمى، انا مش عايز اقول عشان اسم الشركة ما كنتش دعاية ليها. عندي كمان رشة الفانيليا، وعندي بيكربوناتو بيكنج باودر مع بعض، البيضة كمان نكسرها معاهم. ابتدي اضرب ده مع بعض كده زي ما احنا ما شايفين، هيطلع بشكل جميل والتيست بتاعه جميل جدا، لازم نجربه في البيت. كده كله اتقلب مع بعض تمام، نشوف لو في حاجة اكبر ممكن نقلب فيها. كده تمام معايا، ممكن ان انا ابتدي ان انا انزل بكل السوائل اللي انا عملتها مع بعض ديت. تمام كده، ايوه ماشي، ونشتغل كده مع بعض، نبتدي ننزل واحده واحده ونقلب مع بعض، نقلب ونشوف احنا محتاجين قد ايه، حسب ما احنا ما محتاجين نبتدي ننزل. زي ما قلت لكم ما بحبش انزل كل السائل مره واحده، اول لما بيدي النتيجه اللي انا محتاجها خلاص كده بقول ستوب، هي ديت لحد المرحله دي، واقدر اكمل بعد كده اللي انا الفه او اشوف اللي انا ابتدي اشتغله على طول. هي دي كده بس بدايه المرحله، وبعد كده ممكن اللي انا اضرب بايديا على طول. ننزل كده كله مع بعض، بعد كده نبتدي ان احنا نقلب بايدينا، هيكون الخليط جميل جدا وهيطلع بشكل حلو. شايفين كده بفركه ازاي؟ عايز اقول لكم النتيجه المجمل بتاعها هيكون شكله حلو جدا في الاخر، هنعمله على هيئه الحبوب بتاعه القهوه، او يكون بشكل الحبوب بتاعه القهوه، نقدر نقدمه مع القهوه، نقدر نقدمه مع الشاي بطريقه جميله او بطريقه ظريفه. شايفين العجينه بقت عامله ازاي؟ انا المرحله ديت او السمكه ديت اللي انا محتاجها ممكن اشتغلها دلوقتي، بس محتاج ان انا اخدم على العجينه اكتر، ابتدي اضربها. كده تمام، كده زي ما احنا ما شايفين هو ده السماكة او طريقة الطريان بتاعتها دي اللي انا محتاجها، لو كاميرا تجيبها يا ريت. زي ما احنا ما شايفين كده، شايفين عاملة ازاي، بدوس عليها بتطلع معايا، طبعا ديت في الاخر هتبقى ناشفه معايا في لما ادخلها على الفرن على طول، هتديني سنة بتاع الكريسبي هكون مقرمشة. طيب ابتدي انضف حوالين نفسي، وبعد كده ابتدي اشوف هنعملها مع بعض ازاي. طيب تمام ماشي، احنا ممكن نطلع فاصل ونرجع من الفاصل نكمل مع بعض بقيه وصفاتنا النهارده، فاصل ونرجع تاني. اهلا وسهلا بيكم، انا جايلكم تاني بعد الفاصل. شفنا قبل الفاصل عملنا اسرع واحسن كيكه عملناها ازاي، وشفنا مع بعض مكونات البسكويت اللي احنا نعمله الجميل دوت، هنعمله مع بعض ازاي. انا عندي دلوقتي صينيه ابتدي ان انا المعها كده تلميعه حلوه، وبعد كده اوريكم العجين الجميل ده هنبتدي نعمله ازاي. زي ما قلت لكم كوبايه او كوبايتين ونص دي اللي انا اشتغلتهم، نقدر ان احنا نفطر ونتغدى ونتعشى بكميه كبيره منها. هنشوف دلوقتي هنعمله مع بعض ازاي. انا ببتدي اخد حته صغيره زي ما احنا ما شايفين، وبعد كده ببتدي ادوس عليها بايديا. الهدف من الكلام ده ايه؟ اللي انا زي ما قلت لكم اللي انا حابب اعمله على نفس الشكل بتاعه القهوه بالظبط زي ما احنا ما شايفين، وبعد كده اقسمه نصين زي ما احنا شايفين كده بالظبط. طيب نجيبها تاني. طيب شايفين نفس
القطع بتاعة القهوة اللي احنا بنشوفها بره او عند بتاع القهوة بره عاملة ازاي. لو نجيب كده كاميرا لو تجيبها. تمام تمام نعمل واحدة تانية ونبتدي نشوف مع بعض. ببتدي ادوس عليها زي ما احنا شايفين كده، وبعد كده بالمعلقة اللي معايا بدوس عليها دوسة من النص بالظبط. نبتدي ناخد طبعا الكمية ديت زي ما قلت لكم، كوبايتين من الدقيق مع الزبدة. طبعا الحاجات دي اقتصادية، نقدر اللي احنا بأقل من الكمية موجودة عندنا في البيت أو انجريديان نعمل منها حاجات كتير جدا، تاخد معانا أسبوع، تاخد معانا 10 أيام الكمية اللي احنا شايفينها ديت، ونعمل الحجم اللي احنا محتاجينه. ابتدي ان انا ارصه كده، وبعد كده ممكن ابتدي اكسره بالمعلقه اللي معايا. اهم حاجه ان انا ادوس عليه جامد. ليه ادوس عليه جامد؟ بايديا عشان ما يفرولش معايا او يبتدي يشقق، ولو شقق بالنسبه لي مفيش مشكله، مش هيحصل حاجه. نبتدي ناخد واحده واحده كده. عندنا برضو الكوكيز النهارده هنعمله بطريقه جميله جدا وسهله، ما بقاش في حاجه صعبه علينا اللي احنا نروح المحلات نشتري الكلام ده. كل حاجه بقى نقدر اللي احنا نشوفها في مطبخ لايف، ونقدر اللي احنا نطبقها ونعملها في البيت بطريقه جميله. واحنا ممكن بطريقه زي ديت نبتدي ناخد اولادنا، لو احنا حابين اللي هم يخشوا معانا المطبخ نحببهم في الكلام ده، يبتدي اطفالنا يبتدوا يعملوا معانا الحاجات ديت واحنا شغالين. شيء من الحب للمطبخ نبتدي نخليهم يعملوا معانا كده واحده واحده، هيحبوا المطبخ لو احنا بنخليهم يخشوا ويساعدونا، ما نقولهمش لأ كبير او صغير. نبتدي ندوس كده. تمام، اهم حاجه ندوس عليها، ولو فرولي زي ما قلت لكم مفيش مشكله، مش هيحصل حاجه. انا يهمني الفينش بتاعها في الاخر يكون عامل ازاي، او التست بتاعها يكون جميل. زي ما قلت لكم كميه صغيره من اللي احنا عملناها تعمل لنا كميه كبيره جدا. نروح نبص نشوف الكيكة وصلت لحد فين. يعني خلاص كده ممكن قدامها 3 دقايق ونبتدي نطلعها على طول، وشها ابتدى يحمر معانا، نكون احنا عملنا شوية بسكويت حلو من ده. اهم حاجة زي ما قلت لكم ان انا ابتدي افركها كده بايديا، ادوس عليها جامد عشان اطلع فراغات الهواء منها. كده تمام وزي الفل. كان عايز ورق. انا يا باشا الفينش انا اطلع لك دلوقتي حاجة تكون شكلها جميل جدا، هوريك الفينش بتاعي يكون عامل ازاي. ده مجرد بس احنا حاطينه في الصينية، لما يطلع من الصينية هنشوف التقديم بتاعه هيكون عامل ازاي. طبعا هيكون حلو، طبعا هيكون شكله حلو. لو الصينية كان هيكون لونه ابيض كان هيكون ظاهر عن كده، بس احنا هنظهره لما يطلع في الطبق، وهيظهر اكتر لما نبتدي نحطه في بقنا وندوق الحاجات الحلوه الجميله ديت بالحجم اللي احنا عايزينه. حابين اللي احنا يكون الحجم صغير او كبير، اي حجم احنا عايزينه مفيش مشكله. نبتدي ناخد كمان لحد ما نكمل الصينيه ديت، وبعد كده ندخله الفرن ونطلع كيكه ونشوف احلى كوكيز احنا ممكن نعمله مع بعض النهارده ازاي. انا كنت ممكن اعمل جزء قبل الهوا على اساس ان انا اقدمه واوريكم ده طريقته، بس انا حابب كل حاجه بشتغلها اشتغلها على الهوا، على اساس ما تقولوش لا احنا عملنا الانجريديان او الخطوات بتاعتك والحاجه طلعت مش مظبوطه. فانا حابب كل حاجه اعملها قدامكم وتطلع قدامكم، على اساس لما تيجوا تشوفوها تقولوا الحاجه اللي احنا عملناها طلعت مظبوطه نفس المقادير بالظبط. ندوس عليها كده دوسه حلوه، نكمل بقيه دوت. ده احنا نستغل فيه الاطفال عندنا او الاولاد الصغيرين عندنا، ويبتدوا بقى يكعوروا كده ايه شيء من التحفيز اللي احنا ندخلهم عندنا المطبخ. ريحة القهوة طبعا طالعة منه جميلة جدا، دي عايزة كوباية قهوة او كوباية شاي زي ما بقول لكم. يلا نكمل بقية الصينية كده مع بعض. اهم حاجة اللي احنا واحنا شغالين ما نملش خالص، والمكونات طبعا لو احنا عملناها
بنفس الخطوات ديت، ما زودناش دقيق، قللنا زبده، مشينا بكل الخطوات بالظبط، النتيجه هتطلع جميله جدا. حابب بقى ان انتوا تشاركونا واحنا شغالين مع بعض كده، لو تجربوا الوصفه ديت وتبتدوا ان انتوا تصوروا وترفعونا على الصفحه، يبقى في شيء من التفاعل ما بيننا، وممكن نختار احسن طبق يتعمل مثلا من ضمن الناس اللي هتصور وترفع، يكون فيه لينك ما بيننا وما بينكم على طول. ده احنا حابينه، ممكن نبتدي نعمله مع بعض او نجربه مع بعض، ويا ريت نبدا من النهارده نعمل كده زي ما احنا ما شايفين. انا خلاص كده ممكن اعمل صفين كمان ونخش على اللي بعد كده. تمام كده، حابين ان احنا نخليه يكون مدور. تمام، دي صفحة الفيسبوك، يا ريت تشاركونا، حابين اللي كله شاركنا، كبير صغير، اولاد، بنات، شباب، ويا ريت ستات البيت كمان تشاركنا اي حاجة احنا نعملها. في طبعا 3 شيفات موجودين، موجود انا ومعانا كمان كارول ومعانا دينا. اي وصفة من ضمن الشيفات الموجودين يا ريت تصوروا وتبعتوا لنا، وعايزين نشوف البرزنتيشن بتاعكم الجميل، عايزين نشوف التعليقات بتاعتكم، عايزين كلنا نبقى متشاركين مع بعض. عندكم وصفات حابين اللي انتوا تعملوها، ابعتوا لنا قولوا لنا احنا عايزين المطبخ الانجليزي، المطبخ الفرنساوي، المطبخ اللبناني، اي حاجه انتوا حابينها ابعتوا لنا على طول، واحنا اي شيف من الشيفات اللي موجودين ممكن نعمل الحاجات دي مع بعض. كده ناقص لي كمان 3 4 وحدات، ابتدي ان انا ادخلها الفرن، وندخل بعد كده في الانجريدينت اللي بعد كده او في السفره اللي بعد كده. انا حاسس ان الكاميرا وهي جايباها دلوقتي الدنيا لونها اسود خالص، بس لما يطلع هيكون شكله جميل وهيكون شكله حلو، وريحته اصلا قبل ما تخش الفرن طالعه دلوقتي. نبتدي نقلب كده مع بعض، كمان ناخد 3 4 وندخل الفرن على طول، مش هيحتاج بقى ياخد زبدة من فوق، سمنة، رشة، اي حاجة، هو المكونات اللي فيها تبقى مظبوطة والحاجة هتطلع بتلمع وزي الفل. تمام كده، نعمل كمان 2. غير كده انا عايز اقول لكم الحجم ده نحاول نبعده عن بعض لان هينفش، احنا عارفين ان فيه بيكنج باودر، فالبيكنج باودر طبعا هيخلي العجين ده ينفش معانا، فنحاول نخلي فيه فرق ما بينهم شوية على اساس اللي هيزيد معانا دلوقتي. دي كده مرحلة نبتدي ناخد بقى بالمعلقة ونكسر كده من النص بالظبط، ندوس عليها عشان تدينا الشكل بتاع حبيبات القهوة زي ما قلتلكوا، كسرة بسيطة كده. وزي ما قلت لكم لو فرول معانا مفيش مشكلة، أنا أهم حاجة عندي تبقى ماسكة نفسها وفي نفس الوقت التست بتاعها يكون حلو. كده ده بالنسبة لي خلاص جاهز، ما أقدر أدخله الفرن، يدخل الفرن على طول على درجة حرارة 120. ادي كمان الكيكة الجميلة طلعت، هستناها طبعا تبرد شوية وبعد كده نبتدي نقطعها نطلع منها سلايز ونشوف الشكل الجميل ازاي. ادي اول حاجة موجودة معانا، خدت الوش الجميل زي ما احنا ما شايفين كده. نبتدي نشوف الصنف اللي بعد كده معانا ايه. انا عندي كوكيز، يا ريت ننزل بالمقادير على الشاشة، نبتدي نشوف واحدة واحدة واحنا شغالين مع بعض هنعمل مع بعض ايه النهاردة. انا عندي كوكيز زي ما احنا شايفين، المقادير بتاعته موجودة على الشاشة. انا عندي كوباية زبدة، عندي كمان كوباية سكر بودرة، عندي بيتين، عندي فانيليا، كوبايتين دقيق، عندي بيكنج باودر، عندي شوكليت شيبس. يبقى ده الانجريدينت اللي هشتغل بيه النهاردة. تمام، زي ما احنا شايفين كده. هنطلع فاصل ونرجع من الفاصل نكمل مع بعض بقية وصفاتنا النهاردة.
اهلا وسهلا بيكم. رجعنا تاني بعد الفاصل. شفنا قبل الفاصل عملنا مع بعض بسكويت القهوه، وشفنا احلى كيكه اتعملت، ما فيش خدت معانا ربع ساعه بالظبط. دلوقتي عندنا كوكيز، عايز انزل بمقادير تاني على الشاشه واحنا شغالين مع بعض، ونبتدي نقول الكوكيز بتعمل ازاي. في طبعا كذا طريقه ليها، واحنا شغالين هنبتدي نقول مع بعض. انا عندي زي ما قلت لكم بيضتين، وعندي كوبايه من الزبده، عندي كوبايه سكر بودره، وعندي كمان شوكليت شيبس، وعندي كمان سنه بتاع بيكنج باودر زي ما احنا شايفين على الشاشه. يبقى انا عندي كوبايه زبده، كوبايه سكر بودره، عندي كمان بيضتين، عندي فانيليا، كوبايه دقيق، كوبايتين دقيق، وكمان بيكنج باودر، وعندي شوكليت شيبس. هبتدي انزل بايه؟ اول حاجه انا بحب دايما انزل بالسوائل مع بعض، يعني هنزل بالزبده والبيض يتضربوا كده ضربه حلوه مع بعض مع السكر البودره. انا مش حابب ان انا اعمله مارينج، بس مجرد ان هيديني مزيج كده هيكون حلو. وكمان السكر البودره اضرب ده مع بعض. كده بالنسبه لي الخليط تمام. ابتدي اعمل ايه؟ عندي رشه بتاعت ملح واحده، حاجه بسيطه كده عشان نبتدي نخلي الكوكيز يكون تيستو حلو. انزل زي ما قلت لكم بالبودر هنا مع بعض، ادي الدقيق كله نزله، عندي البيكنج باودر انزله هنا مع بعض، وعندي شويه شوكليت شيبس ننزل مع الخليط ده كله، ونبتدي نقلب كل الانجريديان او كل المكونات الجميلة ديت، وننزل بعد كده اخر حاجة بالسوائل اللي احنا شايفينها ديت. وزي ما قلت لكم مش هننزل مرة واحدة، احنا هننزل جزء جزء. انا مش حابب ان انا اعمله بايديا، فانا حابب ان يكون ينزل عشوائي زي ما احنا ما بنقول، هيكون شكله احسن واجمل. هاخد هنا الجزء كده اللي انا اضربه مع بعض، اضرب كل الحاجات دي كده، بعد كده هناخدها بالمعلقه ننزلها على طول في الصينيه اللي موجوده معانا. شايفين اللون بتاعه عامل ازاي؟ جميل. حبيت ان انا ادخل معاه كاكاو او قهوه، ممكن ادخل كاكاو او قهوه زي ما انا عايز. انا حابب اشتغل فاتح زي ما عملت بسكويت بالقهوه، فانا حابب اشتغل بكوكيز يكون لونه فاتح شويه بطريقه عشوائيه زي ما قلت لكم. هاخد كده حاجه بسيطه، بعد كده ابتدي انزلها في الصينيه بأي شكل انا عايزه، بس انا مش حابب ان انا ممكن اعمله كده ويكون مدور، بس انا حابب يكون لما ينزل بطريقة عشوائية يكون شكله احسن في الصينية او لما احنا نيجي نقدمه. ننزل كده زي ما احنا ما شايفين. طبعا الصينية لازم نكون دهنينها بمادة دهنية زيت. ننزل كده، اتفضل. تمام، ما هو نفس الانجريديان بالظبط. هو جالنا طبعا سؤال الكوكيز اللي بتعمل مع الفكره نفسها. ماشي تمام، جالنا سؤال دلوقتي ان في كوكيز بتعمل زي الكوبايه او بيكون متماسك ما بيفرش معانا. احنا طبعا لما حبينا اللي احنا نعمله احنا بنخلي رشه بسيطه جدا من البيكنج باودر، مش هناخد كميه كبيره. يعني انا الانجريدينت اللي انا عملته دوت انا اعتبر خدت يعتبر معلقه ونص من البيكنج باودر، فده اللي بيخليه ان هو يفرش معايا. انما لو انا حبيت ان انا اخليه يكون متماسك
حته اللي انا اعمله كده مدور وينزل ويطلع بنفس الحجم وبنفس الشكل، اقلل الكميه بتاعه البيكنج باودر، وفي نفس الوقت هحاول ان انا اعمله كده اطلع منه الهواء، ولو دوست عليه وخليته كده هيطلع سليم زي ما هو، يعني مش هيكون هيفرش معانا. ده بالنسبه للكوكيز اللي احنا متعودين اللي احنا نجيبه من بره او نعمله في البيت. ادي كل الانجريدينت اهو. حبيت ان انا ازود له شويه شوكليت شيبس، ابتدي ان انا احط معاه شويه شوكليت كده. عايز اقول لكم اطفالنا كلهم بيحبوه في البيت، او الكبار والصغيرين في نفس الوقت بقوا يحبوه، يعني مفيش حد بينزل او بيروح مطعم دلوقتي اللي لازم بيطلب كوكيز. ادي بطريقه سهله وبسيطه حبينا اللي احنا نبسط عليكم النهارده، هيطلع بالشكل اللي احنا شايفينه دوت. ندخله فرن هياخد بالظبط معانا 10 دقايق. تمام زي الفل كده. هقول لك انا بالنسبه لي خلصت الوصفات، ابتدي اوريكم بقى لو احنا حابين عندنا ضيف جنه وحابب ان انا اوريه ان انا راجل محترف او بنعرف نشتغل زي الشيفاتل في المطاعم، نبتدي نجرنش ازاي، نبتدي نعمل الحاجات الابواب بتاعتنا بشكل حلو ازاي، ابتدي اوريكم واحنا شغالين مع بعض. انا عندي الابواب دي اللي انا هقدم فيها دلوقتي، هنعمل فيها ايه؟ زي ما قلت لكم انا يهمني العين تاكل قبل البطن زي ما بيقولوا، او قبل البق. حابب كده ان انا اعمل شويه اشكال حلوه، فابتدي اعملها ازاي؟ عندي طبق يكون لونه غامق شويه، ابتدي اخد ادي السكينه وادي الشوكه، ابتدي بسكر البودره زي ما احنا شايفين، نقول احنا بنعفرها كده، ونبتدي نشيل الشوكه والسكينه بالراحه. ادي عملنا شكل جميل زي ما احنا شايفين كده في الطبق، نقدر ان احنا نقدم فيه بطريقه حلوه وجميله. عندي طبق تاني ممكن اخد السكينه ديت، هتدينا شكل حلو ومنظر جمالي واحنا شغالين مع بعض. ادي كمان طبق تاني شكله جميل. عندي البلانشة ديت ممكن ان انا اعمل فيها الشكل دوت، نقدر نقدم الحاجات ديت دلوقتي على الشكل اللي احنا بنعمله. انا عندي دلوقتي بسكويت القهوة بالنسبة لي كده بقى زي الفل. طلع بالشكل الجميل اللي احنا شايفينه ده، ده كده خلاص بقى جاهز. احنا بنخليه يرتاح شوية، ونقدر ممكن اول ما يبرد نقدمه على طول مع القهوة او مع الشاي. وزي ما قلت لكم متماسك زي ما انتم شايفين كده، من بره عامل طبقة حلوة جميلة، وفي نفس الوقت شكل حبيبات القهوة. نبتدي بقى نرص الحاجات الحلوة ديت مع بعض هنا. زي ما قلت لكم لو في حاجه فرولت زي اللي احنا شايفينها ديت مفيش مشكله، انا يهمني المجمل بتاعه التيست والشكل بقى عامل ازاي. نبتدي نرص كده مع بعض، وزي ما قلت لكم انا يهمني الشكل الجميل في الاخر، اذا كان هقدم في طبق او في صينيه احب يكون كل حاجه شكلها حلو وانا بقدمها. نقدم هنا كمان 3 وحدات كده يكون شكلهم حلو. عايز اقول لكم نفس الشغل بتاع الفنادق بالظبط او البرزنتيشن، مش عيب اللي احنا ممكن نعمل الحاجات ديت واحنا موجودين في البيت، نعمل الحاجات ديت لنفسنا مش لازم حتى يكون في ضيف موجود عندنا. ادي بشكل حلو وجميل اهو. طريقة سهلة وبسيطة، ممكن نقدم كمان في طبق، لو عندي طبق أبيض هيكون شكله جميل. طبعا طبق أبيض زي دوت لو احنا حبينا نعمل شكل السكينة أو شكل الشوكة
لو حبينا احنا نعمله هنعمله بايه؟ مش هنعمله بسكر بودرة طبعا، هنعمله بالقرفة. ادي اجمل حبوب بسكويت القهوة. وفي نفس الوقت يا جماعة اللي انا بعمله ده حاجة اقتصادية، يعني كل الاصناف اللي انا عملتها كلها النهاردة، اذا كان الكيكة او بسكويت القهوة، انا يعتبر ما عملتش بكيلو دقيق، يعني ما كملش كيلو على بعض. نقدر نعمل الاشكال اللي احنا شايفينها ديت مع بعض النهاردة، حاجة كده سهلة وبسيطة، وفي نفس الوقت تقعد معانا فترة لو احنا بنفطر البسكويت بالقهوة او الشاي. زي ما احنا ما شايفين السفرة بتاعتنا تبقى جميلة النهاردة، عليها حاجات كتير. ده كان تاني صنف معانا النهاردة. نشوف الكوكيز الجميل وصل لحد فين. لسه ممكن قدامه دقيقة واحدة. احنا ممكن نجرنش. تمام، عندي شوية شوكليت هنا ممكن نقدمه كده زي ما قلت لكم، اللي احنا حابين المنظر الجمالي او الفينش في النهاية يكون شكله حلو. اذا كان لينا مش لازم حتى للضيوف اللي هيجوا. مستني طبعا الكيكة تبرد على اساس اللي انا اقدمها يكون هتطلع بشكل حلو وجميل. طيب لو حد لسه فاتح على الشاشة النهاردة او لسه شايفنا دلوقتي وما كانش متابع، احنا عملنا مع بعض النهاردة ايه؟ عملنا النهاردة مع بعض كوكيز، عملناه بطريقة سهلة وبسيطة، ونبتدي نشوف لما يطلع من الفرن يكون شكله عامل ازاي. عملنا كمان بسكويت القهوة زي ما احنا شايفين الحبيبات جميلة، نفس الرسمة او نفس الشكل بتاعت حبة القهوة بالظبط. وشوفنا كمان الكيكة الجميلة اللي احنا عملناها مع بعض بطريقة سهلة وبسيطة. بعد الحلقة على طول هنخش على الصفحة بتاعتنا، هنبتدي نرفع المقادير ونرفع الوصفات اللي احنا عملناها، عشان لو حد ما كانش متابع معانا من بداية الحلقة. ادي الكوكيز طلع اهو، انا مش حابب يكون لونه غامق عن كده، حابب اللي يكون لونه ذهبي فاتح. ابتدي زي ما انتم شايفين متماسك اهو، ماسك نفسه. نبتدي نسيبه مثلا حوالي نص ساعة، بعد نص ساعة نقدر اللي احنا ناكله على طول يكون مسك شوية. تمام، زي ما احنا ما شايفين كده جميلة وريحته حلوة قوي. احلى كوكيز النهاردة ممكن نعمله لعيالنا او نعمله لأولادنا. وياريت الكل النهاردة بقى يدخل يشوف اللي انا عملته بالبرزنتيشن دوت ويرفع لنا. عايز اشوف جمال الشيفات اللي قاعدين في البيوت، حابب ان كله يشاركنا، اذا كان ستات بيوت او بنات صغيرين، حابب ان كله يدخل النهاردة ويشارك ورونا احسن كوكيز النهاردة واحسن بسكويت قهوة. وارفعوا لنا على صفحة وقلتلكوا على طول اي وصفات انتوا حابين تعملوها، كلمونا او ابعتوا لنا الوصفة بتاعتكو. عندنا 3 شيفات ممكن نقدر نعمل لكم اللي انتوا حابينه كله. ده الكوكيز الجميل اللي احنا عملناه النهاردة. نرجع تاني نقول سريعا احنا عملنا ايه مع بعض النهاردة. عملنا النهاردة مع بعض كيكة البسبوسة، وكمان عملنا بسكويت القهوة بطريقة سهلة وبسيطة وسريعة واقتصادية في نفس الوقت. وعملنا كمان مع بعض كوكيز جميل بطريقة جميلة، بعد نص ساعة نقدر احنا ناكله على طول هيكون نشف معانا. دي كانت السفرة بتاعتنا النهاردة، ودي كانت الحلقة بتاعتنا، ونشوفكم في حلقة تانية، والسلام عليكم.